يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أحب حاجة ربنا إنه يعطي، أحب حاجة ربنا إنه يدخلك الجنة، أحب حاجة ربنا إنه يشفيك ويهديك ويكرمك ويرفعك، أحب حاجة ربنا إنه يسعد عباده. اسم الله التواب يحببك في ربنا ويعرفك ليه يجيب صيغة المبالغة التواب، لأنه بيفتح لك الباب ألف مرة كل يوم ويقبل توبتك لو وقعت ألف مرة كل يوم. أعظم صفقة في حياتك صفقة التوبة، صفقة إن ربنا يتوب عليك. إن ربنا لو تاب عليك هيعمل لك إيه؟ قلنا إن المغفرة غير التوبة، المغفرة إن الذنوب راحت، إنما التوبة يعني إيه؟ يعني إن ربنا تاب على عبد. عودة العلاقات والعطاءات من الله سبحانه وتعالى. إحنا كنا إخواننا من 7-8 سنين الشعب كله مستني يسمع دروسنا، والشباب كلهم عايزين يسمعوا، الناس اللي بتتكلم في الدين والطار الإسلامي. والكلام ده ممكن يرجع يا رب؟ آه. طب يا رب من 1000 سنة كان في حاجة اسمها فتوحات، وكانت الأمة مكتسحة العالم وحضارة. والكلام ده لو تبنا ممكن يرجع يا رب؟ آه. طب يا رب أنا كان في حياتي لحظات حلوة قوي وأيام جميلة قوي، ياما فتحت لنا يا رب في عبادات وتدبر ودعوة وجهد وطلب علم وعلاقة بالقرآن وعبادة. والكلام ده كله ممكن يرجع يا رب؟ هو ممكن كل خير وجمال في حياتنا وكل عافية ورزق في حياتنا راحت بسبب الذنوب؟ ممكن ترجع يا رب؟ آه. يبقى أول معنى للتوبة إن ربنا يرجع العلاقات تاني، ويرجع الفتوحات، ويرجع المدد، ويرجع البركة، ويرجع الفتح، مغفرة الذنوب، إن الذنوب كلها تروح، رفع العقوبة الأخروية للذنوب. واحد دخل القبر بتاعه والملائكة احتوشته، ملائكة العذاب والدنيا خلاص، والقبر ده عليه وأيقن بالهلاك تماما، فجأة القبر نور واتفتح له باب للجنة والملائكة رحمته والدنيا اتسعت. في ايه؟ اصله تاب، رفع العقوبة الدنيوية للذنوب. يعني رفع العقوبة الدنيوية للذنوب؟ يا ابني انت متبهدل بسبب ذنوبك، بس انت ما انتش واخد بالك، لما بتنفجر وانت اللي بتفجرها بنفسك، الذنب بيطبع على قلبك وعلى نفسيتك وعلى حب الناس ليك وعلى رزقك وعلى مستقبلك وعلى حالتك النفسية وعلى كل حاجة، بتضرب كل حاجة. رفع العقوبة الدنيوية للذنوب، عدم تغيير المعاملة بسبب ذنوبك. يعني ايه عدم تغيير المعاملة؟ دي قصة بقى ناخدها، لان ربنا يحفظنا من ان ربنا يغير معاملته. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. يا رب لو وقع، لو عصيت، لو عملت اي حاجة، ما تغيرش معاملتك معايا الا دي. اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هيبدل في صحتك السيئات حسنات، هيبدل في اخرتك قاع جهنم بالفردوس الاعلى، هيبدل في يومك بدل ما يحصل لك عقوبات معاصي يحصل لك تنزلات رحمات، هيبدل في دينك اخلاقك الوحشه تبقى حلوه، اهدافك الدنيئه تبقى راقيه في سبيل الله والاسلام، ليلك يبقى عباده، هيبدل في دنيتك الفقر غنى، هيبدل في دنيتك المرض عافيه، هيبدل في دنيتك الاكتئاب فرح وسعادة وانشراح. ربنا يا اخوانا عشان كده يعني يا رب توب عليا كمان يا رب. قوم يونس لما تابوا العذاب نازل يترفع، وربنا يقول فآمنوا فمتعناهم. متعناهم المتعة اللي كانوا بيعصوني عشانها ادتها لهم في الحلال. كل ما برفع ايدي واقول توب عليا يا تواب، يا رب رجع كل حاجة تاني، وافرح كل ما الاقي حاجة كانت فعلا موجودة زمان وبدأت ترجع. ويا رب الدنيا بترجع بسرعه كده، ويا رب انت بترضى بسرعه قوي كده يا رب، وانت يا رب اللي بيقف على بابك بتفتح له بسرعه قوي كده. اللهم يا تواب، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا يا تواب، يا تواب اللهم تب علينا يا تواب، اللهم اغفر لنا يا تواب، اللهم ارفع عنا البلاء يا تواب. اللهم يا ربنا كل نعمة أنعمت بها علينا وكل خير مددتنا به وكل فتح وكل بركة أذقتنا بها رحمتك يوما من الأيام ثم حرمنا منها بذنوبنا وغفلتنا، اللهم أعدها لنا يا تواب. اللهم لا تغير معاملتك معنا، اللهم لا تغير حلمك معنا، اللهم لا تغير رأفتك معنا، اللهم لا تغير كرمك معنا، اللهم تب علينا يا تواب، اغفر لنا يا الله.